أربع خطوات لتستصلح ولدك بإذن الله. أولا أن توقن بأن الهداية من الله تبارك وتعالى، فاطلبها منه. الفضيل رحمه الله كان يقول: اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي علي فلم أستطع، فاللهم أدبه لي. أتعلمون ماذا حدث؟ لقد أصبح ولده هذا عند بعض العلماء مقدما على أبيه على جلالة قدرهما رحمهما الله تعالى. الثانية أن تبدأ مرحلة جديدة من الصحبة والصداقة مع ولدك، فتصنع معه كل ما تصنعه مع أصدقائك: حوار، تبادل تحية باحترام، سفر، مطاعم، هدايا. الثالثة أن تتوقف عن لومه أو عقابه خاصة أمام الآخرين، وعن البحث عن أخطائه. الرابعة أن تركز على الإيجابيات فتشيد بها مهما كانت قليلة، تصيدها كما كنت تفعل مع السلبيات من قبل. افعل ذلك سوف